أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أحبتي الكرام، عدنا إليكم ومن جديد في قصة شيقة من قصص ألف ليلة وليلة. فضع السماعات وسافر معنا بخيالك. كان يا ما كان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على نبينا العدنان. ذاع الصيت الحكيم دانيال، وكثر تلاميذه واشتهر أمره، وكان حكماء زمانه يحضرون درسه ويستمعون له ويعولون عليه. لم يرزق هذا الحكيم ولدا، وكان دائما مشغول البال كثير التفكير، ويتمنى أن يرزقه الله ولدا يرث علمه وحكمته من بعده. وكان كثير الدعاء لله أن يرزقه ولدا يخلفه من بعده، فاستجاب الله دعاءه وحملت زوجته. ولأمر من الأمور خرج في سفر، فركب البحر ومعه الكتب، وبعد أن صار به المركب بعيدا طغت عليه الأمواج وصارت تتقدفه من مكان إلى مكان، حتى اصطدم في صخرة فحطمته وخرق، وغرقت معه كتب الحكيم دانيال، ولم ينجو منها إلا 5 ورقات كانت في جيبه. سبح هذا الحكيم في الماء حتى وجد لوحا من ألواح المركب، فأمسك به وجلس عليه، وصار الموج يدفعه إلى هنا وهناك حتى انتهى به إلى الشاطئ، فحمد الله على السلامة وعاد إلى بيته. وبعد قليل جاء بصندوق من الخشب المتين، وصنع له قفلا ووضع فيه الأوراق 5، وقال لزوجته: اعلمي أنه قد قربت وفاتي، وأنت حامل، وربما تلدين بعد موتي صبيا، فإذا ولدته فسميه حاسبا وربيه أحسن التربية، فإذا كبر وقال لك: ما خلف لي أبي من الميراث، فافتحي هذا الصندوق وأخرجي الورقات 5 التي وضعتها فيه وأعطيه إياها، فإنه إذا قرأها وفهم معناها فسيصير أعلم أهل زمانه. ولم تمضي إلا أيام قليلة حتى مرض الحكيم واشتدت عليه العلة فمات، فبكاه أهله وأصدقاؤه وتلاميذه. أتمت زوجة الحكيم أشهر حملها، ثم وضعت مولودا مليحا وسمته حاسبا كما أوصاها أبوه. وبعد أيام أحضرت المرأة المنجمين ليحسبوا طالع ابنها، فلما حسبوه قالوا لها: أيتها السيدة، إن مولودك هذا سيطول عمره ويعيش أياما كثيرة، وستصادفه في أول حياته شدائد وأهوال سينجيه الله منها، ثم يأتيه بعد ذلك علم الحكمة، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أرضعت الأم ابنها حولين كاملين، وبعد أن أتمت رضاعه فطمته، ثم تعهدته حتى بلغ 5 سنين، وأرسلته إلى صانع ليعلمه صنعة يكسب منها رزقه إذا كبر، فلم ينجح، وكان كلما أرسلته إلى جهة ليتعلم فيها يرجع إليها خائبا، فتبكي وتندب حدها وتشكو إلى الناس همها. فلما كبر اقترح عليها الناس أن تزوجه لعله يحمل هم زوجته ويتخذ له صنعة يكسب منها رزقه ورزقها، فأعجبت أمه بهذه الفكرة وخطبت له بنتا وزوجته بها. ومع ذلك فإنه لم يتغير، ولم يحاول أن يعمل عملا يكتسب منه شيئا، وكان لهم جيران حطابون مطلعون على حالهم، فأتوا إلى أمه وقالوا لها: اشتري لابنك حمارا وحبلا نفاسا، وأمره أن يخرج معنا إلى الجبل
فنحتطب نحن وإياه. وإذا عدنا إلى المدينة وبعنا الحطب نقسم ثمنه بيننا وبينكم. وعندما سمعت أمه ذلك الكلام من الحطابين فرحت فرحا شديدا، وخرجت إلى السوق واشترت لابنها حمارا وحبلا وفأسا، ثم أخذته وتوجهت به إليهم وسلمتهم ابنها والحمار والفأس والحبل وأوصتهم به خيرا. فقالوا لها: لا تحمل هم هذا الولد، والله يرزقنا وإياه ببركة روح أبيه. خرج الحطابون ومعهم حاسب إلى الجبل، وجمعوا الحطب وحملوا حميرهم وحماره وعادوا إلى المدينة، وباعوا الحطب واقتسموا ثمنه، وأنفق منه حاسب على نفسه وأمه وزوجته وحماره. ظل حاسب وزملاؤه الحطابون يخرجون كل يوم إلى الجبل يحتطبون، ثم يعودون آخر النهار فيبيعون ما جمعوا من الحطب ثم يقتسمون الثمن. ومضى عليهم مدة طويلة من الزمان وهم على تلك الحال. وذات يوم كانوا مشغولين بجمع الحطب، فانتشر السحاب في السماء ثم لمع البرق ورعد الرعد وأظلمت الدنيا وهطل مطر غزير. فبحثوا عن مكان يلجأون إليه ويعصمهم من المطر، وظلوا يبحثون هنا وهناك حتى رأوا مغارة عظيمة، فأسرعوا إليها ودخلوا فيها. وكانت المغارة من الداخل فسيحة، فأخذ حاسب يتمشى فيها حتى وجد حجرا جلس عليه، وأخذ يلعب بفأسه ويضرب بها الأرض من حوله، فدله صوت الأرض على أنها خلية من تحت الفأس، فعرف أن في هذا المكان فجوة مغطاة بحجر، فأخذ يحفر حتى رأى بلاطة مدورة في وسطها حلقة. تأكد حاسب أن تحت هذا الحجر شيء، ففرح ونادى زملائه الحطابين فحضروا إليه مسرعين. فلما رأوا تلك البلاطة سارعوا إليها وتعاونوا على خلعها من مكانها، فخلعوها ثم نظروا تحتها فوجدوا بابا، ففتحوا الباب فرأوا تحته جبا مملوءا عسلا شهدا. نظر الحطابون إلى بعضهم البعض وفرحوا بهذا الرزق الذي ساقه الله إليهم على يد حاسب، واتفقوا على أن يعودوا إلى المدينة ليحضروا أوعية يعبئون فيها العسل وينقلونه إلى المدينة ويبيعونه بمال كثير ثم يقتسمونه. وخشية أن يعثر أحد غيرهم على هذا الجب رأوا أن يتخلف بعضهم عند العسل لحراسته ويروح الباقون إلى المدينة لإحضار الأوعية. فقال حاسب: أنا أجلس هنا وأحرس العسل حتى تذهبوا وتأتوا بالأوعية. انقطع المطر وصح الجو، فخرج الحطابون إلى المدينة وتركوا حاسب على باب المغارة يحرس العسل. وعاد الحطابون بالأوعية إلى حاسب وعبأوها عسلا ووضعوها على حميرهم، ورجعوا إلى المدينة وباعوا العسل. وكانوا يخرجون كل يوم إلى الجب بأوعيتهم ويملؤونها عسلا، ثم يعودون إلى المدينة ويبيعون هذا العسل ويبيتون فيها، ثم يعودون في صباح اليوم الثاني إلى الجب ويحملون معهم لحارس الجب ما يكفيه من طعام وشراب. وذات يوم قال بعض الحطابين لبعض: إن الذي لقي جب العسل هو حاسب، وهو سيعود إلى المدينة قريبا أو بعيدا ويدعي أنه صاحب هذا الجب وأنه صاحب العسل، فهو أحق بثمنه منا، ويكتفي بأن ينزل لنا عن أجر حمله إلى المدينة وبيعه للناس ويأخذ هو الباقي، ولا مخلصه لنا من ذلك إلا أن ننزله في الجب ليعبئ لنا الأوعية، ثم نتركه فيه فلا يجد من يخرجه فيموت ولا يدري أحد.
اتفق الحطابون على هذا الأمر، ثم صاروا إلى الجب وهم مصممون على تنفيذه. فلما وصلوا إليه قالوا له: يا حاسب، انزل إلى الجب وحبئ لنا العسل الذي بقي فيه. فسمع كلامهم ونزل في الجب وعبأ العسل الذي بقي فيه، واستخرجوا الأوعية بالحبال كما كانوا يفعلون. فلما انتهى قال لهم: اسحبوني، فما بقي في الجب شيء. فلم يرد عليه أحد منهم، وحملوا حميرهم وعادوا إلى المدينة، وتركوه في الجب وحده يبكي ويستغيث. أما الحطابون فإنهم عادوا إلى المدينة وباعوا العسل، وتوجهوا إلى أم حاسب وهم يبكون، وقالوا لها: عزاؤنا لك في حاسب. جزعت أشد الجزع وقالت لهم: ما سبب الموت؟ فقالوا: كنا فوق الجبل فأمطرت السماء فأوينا إلى مغارة نحتمي فيها، فلم نشعر حتى وجدنا حمار ابنك قد هرب في الوادي. فذهب يجري خلفه ليرده، وإذا بذئب كبير قد خرج وافترسه وأكل الحمار أيضا، وكنا في انتظاره. فلما تأخرت عودته خرجنا نتفقده، فرأيناه على هذه الحال فعدنا جزعين. فبكت الأم بكاء مريرا شديدا، فأحاط بها جيرانها يواسونها ويخففون عنها بعض ما بها. وذهب الحطابون ففتحوا لهم متاجر وتحسنت حالتهم، واتفقوا فيما بينهم على أن يحملوا إلى أم حاسب ما تحتاج إليه من طعام وشراب. وبينما حاسب جالس في الجب يفكر في مصيره المظلم وفي كيفية الخلاص مما هو فيه، إذ بحشرة تدب عليه، فتعجب من وجود هذه الحشرة، فقام وصار يختبر جدران الجب، فعثر بمكان هش للغاية، وما كاد يعمل سكينا كانت معه، حتى فتحت له قوة نفذ له منها شيء من النور، فدب الأمل في نفسه وعمل جاهدا على توسيعها، فما لبث إلا قليلا حتى صارت الفجوة تتسع لمروره، فخرج منها وإذا به في دهليز طويل، فمشى فيه فوجد بنهايته بابا كبيرا من حديد أسود، وعليه قفل ومفتاح، فاقترب من الباب ونظر من خلاله، فرأى نورا ساطعا، فإيقن بالنجاة، ففتح الباب بالمفتاح، ونفذ منه إلى الخارج، فوجد نفسه في فضاء واسع، فصار يتفقد المكان حتى أبصر على بعد منه شيئا يلمع، فظنه بحيرة ماء، فصار متجها إليها، فإذا هي تل من الزبرجد الأخضر، نصبت عليه منصة من الذهب اللامع المرصع بأنواع مختلفة من الجواهر، وحول تلك المنصة نصبت كراسي كثيرة جدا، بعضها ذهب وبعضها فضة. فتعجب مما رأى وصعد إلى تلك المنصة وجلس يتأملها معجبا مما رأى، فتعجب من أمرها وأمر هذه الكراسي التي لا يوجد بقربها أحد. وبعد قليل غلبه النوم من شدة ما قاس من التعب، ولم يكد يغرق في نوم عميق حتى انتبه مذعورا على صوت هرج ومرج وفحيح وصفير، وإذا بهذه المقاعد الكثيرة التي كانت تملأ الساحة قد اعتلت كل مقعد منها حية عظيمة تتوقد عيناها توقد الجمر، فخاف خوفا شديدا وارتعد جسمه وجف ريقه، والتفت حوله فرأى جميع الساحة وقد امتلأت بحياة أخرى صغيرة، فأيقن بالهلاك وأنه ما نجا من هلاك الجب إلا ليموت ميتة أشنع وأهول، وفيما هو كذلك لا يستطيع حركا رأى حية كبيرة مثل الجمل قد أقبلت إلى وسط المكان وعلى ظهرها طبق من الذهب،
وفوق هذا الطبق حية تضيء مثل البلور، ووجهها وجه إنسان. فلما اقتربت من حاسب سلمت عليه بلسان فصيح، فرد عليها السلام بصوت يرتعش، ونهضت حية أخرى فرفعت الطبق عن ظهر الحية الكبيرة ووضعته على أحد الكراسي. فصاحت الحية التي كانت بالطبق بصوت عال، فخرت جميع الحيات فوق كراسيها ودعونا لها. والتفتت الحية إلى حاسب وقالت له: لا تخف منا أيها الشاب، فإني ملكة الحيات. ثم أشارت إلى الحيات ليحضرن شيئا من الطعام، فأتينا بأنواع مختلفة من الفاكهة ووضعنه أمام حاسب. فقالت له الملكة: مرحبا بك أيها الشاب، ما اسمك؟ فقال: اسمي حاسب. فقالت: يا حاسب، كل من هذه الفاكهة فما نملك طعاما غيرها، ولا تخف منا. ولما أكل حاسب ورفع الطعام من أمامه، قالت هذه الحية: أخبرني يا حاسب، من أنت؟ ومن أين أتيت إلى هذا المكان؟ فقص علي حاسب جميع ما جرى له حتى تركه رفاقه الحطابون في الجب، وكيف نجا منه وخرج من الباب الحديدي إلى هذه الساحة. ثم ختم حديثه برجائه إياها أن ترده إلى أهله ووطنه. قالت الحية الملكة: هون عليك يا حاسب، فإنك لن ترى إلا خيرا كثيرا، وستقيم معنا مدة من الزمان، أقص عليك فيها قصتي كما قصصت علينا قصتك، وستجد في قصتي عجائب وأهوال أكثر مما رأيت أنت من عجائب وأهوال. قال حاسب: سمعا وطاعة. وظل مع ملكة الحياة يسمع منها ما أدهشه من قصص كثيرة كلها عجائب وغرائب. وما فتأت الحية تقص على حاسب أعجب القصص وأغربها، وكانت كلما انتهت من قصة طلب منها أن تعيده إلى أهله، فتستمهله وتطلب منه أن يمكث معها وقتا آخر لأنها ستسمعه أغرب وأعجب وأظرف مما سمع. وخاف حاسب أن تكون وعود الحية الكثيرة مبالغة في إمهاله حتى يسأم الطلب وحتى يألف العيش عندها، فيبقى معها ويقضي أيامه مع هؤلاء الحياة بعيدا عن أمه وزوجته. فاكتأبت نفسه وأصبح لا يجيد في حديث الحية العذب وفي قصصها العجيبة الغريبة ما كان يجده قبل ذلك من عذوبة، ولا يحس ما كان يحسه من شوق. وأدركت الحية ما اعتراه من انقباض، فقالت له: ما بالك يا حاسب، قد مللت عشرتنا. فبكى حاسب وقال: والله ما بي إلا حنيني لوالدتي، فما لها أحد غيري. فأطرقت الحية برهة ثم قالت: إني ما حجزتك هنا إلا لأن في خروجك هلك لي. فقال متعجبا: وكيف ذلك؟ قالت: إذا خرجت إلى أهلك ثم دخلت الحمام كان في ذلك موتي، لأن ذلك هو ما كتب لي وقدر. فزاد تعجب حاسب وأقسم لها أن تخرجه على ألا تطئ قدمه عتبة حمام جميع عمره. فقالت الحية: أخاف يا حاسب إذا وصلت إلى بلادك أن تنقض العهد وتحنث في اليمين. فأقسم لها حاسب إيمانا مغلظا وعاهدها عهدا وثيقا على ألا يدخل حماما قط. فبكت الحية وودعته، وأمرت حية من أتباعها أن تخرجه على وجه الأرض. فأخذت الحية وسارت به حتى أخرجته إلى وجه الأرض من سطح جب مهجور. وجد حاسب نفسه في مكان مهجور خال ليس به إلا بعض الأحجار والأخشاب التالفة، فأخذ يبحث عن الطريق ويتتبع المعالم حتى عثر عليه، فانحدر نحو المدينة
فدخلها مع غروب الشمس واتجه نحو منزله، يدفعه الفرح لملاقاة أهله ويرده الخوف خشية أن يكون قد ماتوا. وطرق الباب ففتحته أمه، وما أبصرته حتى صكت وجهها وصرخت صرخة دوت، ثم خرت مخشيا عليها من هول المفاجأة. فتلقفها ولدها بين ذراعيه وهو يقبلها، وأخذ يمسح رأسها حتى أفاقت. فنظرت إليه وهي لا تكاد تصدق أنه ابنها. فلما استيقنته طوقته بذراعيها وانهالت عليه لثما وتقبيلا وهي تبكي من شدة فرحها. وأتت زوجته تستطلع الخبر فوجدت حاسبا أمامها، فلم تستطع تصديق عينيها حتى سمعت صوته ومنادته لأمه، فكان سرورها لا يعدله إلا سرور أمه. ودخل حاسب داره، وبعد أن استراح وتناول ما أعد له من طعام سأل أمه عن الحطابين الذين كانوا يحتطبون معه في الجبل، فحدثته أمه حديثهم وما كان من شأنهم معها حينما عادوا من الجبل، وأخبروها أن الذئب افترس حاسب، ووصفت له ما صاروا عليه من غنى، ولم تنكر ما قدموه لها من مال. ثم سألته سر غيبته، فقص حاسب عليها هي والزوجة بعض قصته، ثم قال لأمه: اذهبي غدا إلى الحطابين وقولي لهم لقد حضر حاسب من سفره، فاحضروا وسلموا عليه. وفي الغد ذهبت أمه فأتت بيوت الحطابين وأخبرتهم أن حاسبا عاد من سفره، فدهش الحطابون ووجفت قلوبهم وتشككوا في الأمر، فأكدته لهم. وعقد الحطابون أي التجار اليوم اجتماعا بينهم ينظرون فيه أمر هذا الخطب الجلل الذي سيحل بهم، ثم استدعوا بعض أصدقائهم يستشيرونهم، فأشار عليهم الأصدقاء بعد أن عرفوا ما كان منهم لحاسب أن يعطيه كل واحد منهم نصف ماله. وبكر الحطابون إلى منزل حاسب حاملين الهدايا والأموال، فسلموا عليه وأعطوه ما جاءوا به وقالوا له: هذا من بعد إحسانك ونحن بين يديك. فقبل حاسب ما أتوه به وقال لهم: لقد سامحتكم نفسي وما حصل لي كان مقدورا علي. فقالوا له: هيا بنا إلى حمام السوق وارتدي هذه الحلة الجميلة التي أحضرناها لك. فقال لهم: لقد أقسمت ألا أدخل الحمام ما دمت حيا. فقالوا: إذن هيا نضيفك في منازلنا. فقبل حاسب منهم ذلك، ثم أضافه كل واحد منهم يوما، وأولم له وليمة كبيرة حضرها الأصدقاء والأقارب. وأصبح حاسب من كبار التجار بالمدينة يؤم الناس جميعا لصدقه وأمانته. وفي يوم عطلة المتاجر خرج حاسب يرتاد في المدينة، فجاز بحمام يجلس صاحبه على بابه، وكان صاحب الحمام يعرف حاسبا فما كاد يلمحه حتى أسرع إليه مسلما عليه ودعاه إلى دخول الحمام. فاعتذر حاسب فأقسم عليه هذا الحمام أن يدخل، فقال له حاسب: لقد أقسمت يمينا ألا أدخل الحمام طيلة حياتي. فما كان من هذا الحمام إلا أن صاح مقسما إيمانا مغلظا ألا بد من دخول الحمام. وكان الرجل إذا حنف في يمينه فرق القاضي بينه وبين نسائه، فاجتمع الناس وعمال الحمام على حاسب يلحون عليه أن يدخل وهو يمتنع، ويقولون له: أتريد خراب بيت هذا الرجل؟ والحمامي يتوسل إليه أن يدخل بعد أن صدرت منه هذه الأيمان.
ثم تكاثر عليه الجمع فأدخلوه مكرها، وما كاد يخليع عنه العمال ملابسه ويصبون على رأسه الماء، حتى تقدم منه عدد من الرجال وقالوا له: قم أيها الرجل، فالسلطان يطلبك. وأرسلوا واحد منهم إلى نائب السلطان الذي ما لبث أن حضر ومعه عدد كبير من الرجال. وتقدم الحاكم فحي حاسبا وقدم له حصانا ليركبه فركبه، ثم ساروا به إلى قصر الحاكم بعد أن نقد الحاكم الحمام 100 دينار. واستقبل حاسم في قصر الحاكم استقبالا رائعا، وقدمت له مائدة عظيمة، وخلع عليه الحاكم خلعة فاخرة. حدث ذلك كله وهو مجدوه مما يرى، ثم قال له الحاكم: اعلم أن الله قد من علينا بك ورحمنا بمجيئك، فإن السلطان أشرف على الموت من الجدام الذي به، وقد دلت علينا الكتب أن حياته على يديك. فازداد عجب حاسب من هذه الأمور المبهمة وهذا الكلام الغامض، واصطحب الحاكم حاسبا وتوجه في عسكر كبير إلى مدينة الملك، وقصدوا من فورهم إلى قصره واجتازوا أبواب القصر 7. وأذن للحاكم ولحاسب بالدخول إلى حجرة الملك فدخلها، فوجد حاسب الملك راقد على السرير ووجهه يختفي تحت الأربطة، وهو يئن ويتوجع، وقد جلس بجانبه وزيره. ونهض الوزير لدى دخول حاسب مرحبا به وأجلسه بجانبه وقال له: نحن جميعا في خدمتك يا حاسب، وما تطلبه يصير إليك، ولو طلبت نصف الملك أعطيناه إليك لأن شفاء الملك على يديك. ثم أخذه إلى سرير الملك وكشف له عن وجهه، فرآه حاسبا ذابلا متشعدا مقرحا، فتناهد حاسب راثيا له ومشفقا على نفسه من هذه الأحاج والألغاز، ثم قال: نعم أنا ابن الحكيم، لكنني لا أعرف شيئا من العلم، وبودي لو أعرف فأداوي الملك. فقال الوزير: لا فائدة من إطالة الكلام، فلو جمعنا حكماء المشرق والمغرب لعجزوا عن مداواة الملك إلا أنت، فأنت تستطيع أن تداويه. قال حاسب: كيف أداويه وأنا لا أعرف داءه ولا دواءه؟ قال الوزير: إن دواء الملك عندك فقط. قال حاسب: لو كنت أعرف دواءه ما ترددت في مداواته. فقال الوزير: إنك تعرف دواءه، فدواءه ملكة الحياة، وأنت تعرف مكانها ورأيتها، ولقد كنت عندها. وهنا انجلى الأمر ووضحت الحقيقة، وعرف حاسب صدق قول الحية وخوفها من دخوله الحمام، فندم عندما لا ينفع الندم، ثم قال بصوت متهدج متقطع النبرات: ماذا ملكة الحياة؟ وما سمعت بهذا الاسم قط. قال الوزير: لا تنكر معرفتها، فإن عندي دليلا على أنك تعرفها وأقمت عندها 2. قال حاسب: أنا لا أعرفها، وما رأيتها، وما سمعت بها إلا الآن. فأحضر الوزير كتابا وفتحه وجلس يقرأ فيه ويحسب، ثم قال: إن ملكة الحياة تجتمع برجل ويمكث عندها 2، ويرجع من عندها ويخرج على وجه الأرض، فإذا دخل الحمام اسود بطنه. وكان حاسب يسمع كلام الوزير وهو يرتجف، ثم قال له الوزير: اكشف عن بطنك وانظر إليه. فنظر حاسب إلى بطنه فرآه أسودا، فقال: إن بطني كذلك من يوم ولادتي. فهز الوزير رأسه غير مصدق وقال: لقد كنت موكلا بكل حمام نفرا من رجالي، حتى إذا ما رأوا أحدا اسود بطنه
سارعوا إلى إبلاغ خبره من غير أن يدعوه يفلت من أيديهم. فلما حضرت أنت ونظروا إلى بطنك فوجدوه وقد اسود. أبلغوني على عجل، وليس عليك الآن إلا أن تريني المكان الذي خرجت منه من عند ملكة الحيات، وسنخلي سبيلك بعد ذلك. أطرق حاسب وقد شمله الحزن وعمه الندم، وجعل يفكر تفكيرا عميقا في هذا الموقف المؤلم الذي اضطره إلى نكث الأيمان ونقض العهود. وتوافد الأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة يلاينونه ويلطفونه ويستعطفونه ويتوسلون إليه أن يرشدهم إلى مكان مالكة الحيات، وكانوا كلما أمعنهم في ذلك أمعنه في الإنكار، ويؤكد لهم أنه ما رآها ولا يعرف عنها شيئا. فلما يئسوا منه وتأكدوا أنه مصر على الإنكار، طلب الوزير الجلاد وأمره بنسع ثياب حاسب وجلده جلدا موجعا، وأن يبقى في جلده حتى يعترف. فنفذ الجلاد ما أمر به، وأخذ حاسب يتلوى تحت السياط حتى أشرف على الموت. وعلى الرغم من أنه أوشكت نفسه على التلف، فإنه بقي على إنكاره ولم يبح بشيء من سره. فلما رأوه قد قارب الموت أمر الوزير الجلاد بالكف عنه، وحمله الخدم وأخذوا يضمدون جروحه حتى أفاق من غشة أصابته. فلما أفاق قال له الوزير: إن لدينا دليلا على أنك تعرف مكان ملكة الحيات، فلماذا تنكره؟ إنا لنطلب منك إلا أن ترينا المكان الذي خرجت منه ثم تبتعد عنا، ولك مقابل ذلك كل ما تطلب. وأمر الوزير فأتوا لحاسب بحلة مزركشة بالذهب والجواهر، وأخذ جميعهم يلاطفونه ويمنونه وهو صامت لا ينطق. فعاودوا الشدة عليه فضعفت نفسه بعد الضعف وقال: سأريكم المكان الذي خرجت منه، ولا تسألوني شيئا آخر بعد ذلك. فقالوا: نعم، هذا الذي نبغيه منك. فركبوا وركب حاسب وتوجهوا إلى المكان الذي خرج منه حاسب من عند ملكة الحيات، وهو يعلم أن معرفة المكان لن تجدهم شيئا، ولن يستطيع أحد المرور منه، فيعود بخفي حنين. فلما وصلوا أراهم حاسب البئر الذي خرج منها، وانتظر يرى خيبة أملهم. فتقدم الوزير من البئر، وكان يعلم كل فنون السحر والروحانيات، فأطلق البخور وجلس يقرأ التعاويذ ويتلو الرقي وينفث ويوهمهم. وكلما فرغ من بخور أطلق غيره وعود القراءة، ثم قال: أخرجي يا ملكة الحيات. وما كاد ينتهي من كلامه حتى زلزل المكان زلزالا شديدا، وارتجت البئر رجا عنيفا، وغاض ماؤها وانفتح بها باب، وانطلق منه صوت عظيم كأنه الرعد. فوجف الحاضرون وذعروا وظنوا أن البئر قد انهدمت. فدخل بعضهم بعضا، ووقع بعضهم مخشيا عليه مما به من الخوف والرعب، إلا الوزير فإنه لم يكف عن القراءة والترتيل. وبعد قليل تثأب البئر عن حية عظيمة تخرج منه تقدح عيناها شررا، وينفث فاها جمرا، وعلى ظهرها طبق من الذهب الأحمر المرصع بالدرر والجواهر، عليه حية تضيء ووجهها وجه إنسان، هي ملكة الحيات. وظهرت ملكة الحيات بعينيها هنا وهناك حتى وقعت على حاسب، فقالت: أين العهد الذي عاهدتني عليه؟ أين اليمين المغلظة التي أقسمتها لي أنك لا تدخل الحمام؟ فتقدم منها حاسب وهو يبكي،
ولا يستطيع رؤية طريقه خلال سحابة دموعه، وأخذ يعتذر لها ويكشف لها عن بعض جسمه ليريها شيئا مما أصابه من كثرة الضرب بالسياط. فقالت الحية وقد سالت دموعها: لا تنفع حيلة فيما قدر الله، فلا رد لقضائه، وقد جعل الله آخر عمري على يديك، وأن أقتل أنا ويشفى الملك. وبكت الحية بكاء شديدا وحاسب يبكي لبكائها، فتقدم الوزير من الحية ومد يده ليمسكها، فقالت له: إليك عني أيها الرجل، لا تمد يدك علي، وإلا نفخت عليك نفخة سيرتك رمادا. ثم صاحت بحاسب وقالت له: تعال عندي وخذني بيدك، وضعني في هذا الوعاء الذي معكم واحمله على رأسك، فموتي على يدك مقدور منذ الأزل، ولا حيلة لك في دفعه. فأخذها حاسب وحملها على رأسه، وعادت البئر إلى ما كانت عليه، وقفل الجميع عائدين وحاسب يحمل الحية. فهمست في أذنه قائلة: اصغي إلي يا حاسب، حينما نصل إلى منزل الوزير سيقول لك: اذبح ملكة الحيات واقسمها إلى 3 قطع، فامتنع عن ذبحي وقل له إني لا أعرف الذبح، كي يذبحني هو، فإذا ما ذبحني وقطعني فسيأتيه رسول في هذا الوقت من عند الملك يستدعيه على عجل، فيضع اللحم في قدر ويضع القدر على النار، ثم يقول لك: راقب هذا اللحم حتى أعود، فإذا ما غلت القدر طفت على وجهها رخوة، فاقشطها وضعها في زجاجة وانتظر حتى تبرد، ثم اشربها، فإنك إن شربتها يصبغ الله عليك صحة وعافية، وإذا استمرت القدر في الغليان خرجت الرغوة الثانية، فاقشطها أيضا وضعها في زجاجة أخرى حتى أشربها أنا لمرض الشيخوخة الذي لحقني، وسيرتد إلي بعض شبابي، سيقول لك كل هذا ويعطيك زجاجتين وينصرف، ولكن احذر أن تنفذ قوله، ونفذ ما أقوله لك، قم أنت على القدر، وحينما تخرج الرغوة الأولى خذها وضعها في الزجاجة، وإياك أن تشربها، فإنك إن شربتها لحقك ضرر عظيم، وما طلب الوزير منك لكي تشربها إلا ليتخلص منك. وحينما تخرج الرغوة الثانية خذها وضعها في وعاء واخفها عن عينيه، ثم احفظها حتى تشربها أنت، فإذا عاد الوزير من عند الملك وطلب منك الزجاجة الثانية فأعطه الأولى ثم اشرب أنت الثانية، وإنك إن فعلت فسينفجر العلم من جوانبك وتنطق الحكمة من نواحيك. ثم أخرج اللحم وضعه في وعاء وقدمه للملك ليأكله، ويأتي عليه وسيغدو صحيحا لا يشكو ألما ولا يحس مرضا. وختمت الحية كلامها بقولها: حافظ على هذه النصيحة واعمل بها يا حاسب. فقال لها حاسب وهو يبكي متأثرا لإخلاصها: إني أعدك بذلك شاكرا لك كل أفضالك. فلما وصلوا إلى بيت الوزير وتفرقت الجنود، قال الوزير لحاسب: اذبح ملكة الحيات. قال حاسب: إني لا أعرف الذبح. أسرع الوزير إلى السكين وشحذها، وأخذ ملكة الحيات وذبحها، وحاسب يبكي بكاء مرا. فقال له الوزير وهو يضحك: يا معتوه، أتبكي من أجل ذبح حية؟ ثم قطعها إلى 3 قطع ووضعها في قدر على النار لتنضج، وقبل أن تغلي القدر أتى رسول الملك يستدعيه على عجل، فأوصى بما ذكرته له الحية من قبل،
ولما خرج الوزير فعل حاسب كما أمرت الحية. وعاد الوزير فسأل حاسبا عن الزجاجتين، فقال له: لقد شربت أنا الزجاجة الأولى كما أوصيتني. وأراه الزجاجة الثانية فارغة على أنها الأولى، ونظر الوزير إليه مرتابا في أمره وقال: ما بك؟ لا يبدو عليك شيء. فقال حاسب: إني أشعر أن جسمي يشتعل نارا وأني أحس بالغثيان. فسر الوزير في نفسه وقال لحاسب: إذا أعطني الزجاجة الثانية حتى أشربها. فأعطاه حاسب الزجاجة الأولى التي أوصته الحية أن يعطيه إياها، فشربها الوزير من فوره وما كاد يأتي على آخرها حتى سقطت الزجاجة من يده التي ارتعشت وتخاذلت وارتخت إلى جانبه. فنظر حاسب إليه فوجده قد تورم جسمه وانتفخ، ثم سقط ميتا كأنه أسقى سما زعافا. وصدق فيه قول صاحب المثل: من حفر بئرا لأخيه وقع فيها. فارتعب حاسب لذلك أشد الارتعاب وارتاع أقصى ارتياع، وأدرك عظيم المصير المؤلم الذي أراده له الوزير وأنقذته ملكة الحية منه. خاف حاسب وأراد أن يسكب ما في الوعاء الذي احتفظ به لنفسه، ولكنه عاد فعدل وهو يقول: لو كانت الرغوة الثانية مضرة ما اختارها الوزير لنفسه، وما أوصتني الحية أن أحتفظ بها لي من دون الوزير. لقد سلمت أمري إلى الله، وما قدره الله سيكون. ثم رفع الإناء فشربه، وأخذ قدر اللحم وخرج إلى قصر الملك. تفجر العلم في جوانب حاسب، ونطقت الحكمة من نواحيه، وفاض قلبه نورا من العرفان، ففرح لذلك أي فرح. رفع رأسه إلى السماء فرأى الأفلاك في مسارها، وشاهد النجوم في مدارها، فعرف سير الكواكب وحسابها وكسوفها وخسوفها وقربها وبعدها ومطالعها ومغاربها وما تجري بها على الإنسان من سعد ونحس. ونظر إلى الأرض فعرف ما في جوفها من المعادن وما على ظهرها من النباتات والأشجار، وعلم ما لها من الخواص والمنافع، واستنبط من ذلك أشياء كثيرة أفادته في الطب والكيمياء، وعرف علم الهندسة والنجوم والسمياء. فحمد الله وشكر له نعمته، ولما مثل حاسب بين يدي الملك نعى إليه وزيره، فبهت الملك وتملكه الحزن العميق لموت وزيره، وخشى أن يكون قد مسه أحد بسوء، وقال لحاسب: كيف مات الوزير؟ لقد كان عندي الآن وهو على خير ما يكون صحة وعافية، وذهب ليأتيني باللحم، فما سبب موته؟ فكشف له حاسب الحقيقة وقال له: لا تحمل هما أيها الملك، فإني أداويك في أقصر وقت وأنجيك من هذه العلة الملحة التي لازمتك زمنا طويلا. فسر الملك لقرب شفائه، ودعا حاسبا يفعل ما يريد. فأخذ حاسب قطعة من لحم ملكة الحياة وأطعمها للملك، ثم طلب إليه أن ينام. وبعد أن نال الملك قسطا وفرا من النوم، أيقظه حاسب وسقاه شرابا ثم أنامه ثانية. وفي اليوم الثاني والثالث فعل معه كما فعل في اليوم الأول حتى انتهت قطع اللحم الثلاث. وفي صباح اليوم الرابع استيقظ الملك من نومه نشيطا معافى لا يشعر بشيء من الأمراض والأوجاع، فالتأمت جروحه ونفضت قشورها، فأدخله حاسب الحمام وغسل له جسمه
فصار جلده نظيفا سليما. وجلس الملك فجلس على عرشه الخالي منذ سنين، مرتديا ملابسه الثمينة المزركشة التي حرم ارتداءها وقتا طويلا. ودعا حاسب فأجلسه بجانبه، ثم أذن للأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة بالدخول، فدخلوا عليه وهنؤوه بالعافية وأعلنوا ذلك في المدينة. فدقت الطبول وزينت المدينة فرحا لسلامة الملك. وقال الملك لأرباب دولته: يا معشر الأمراء والوزراء، هذا حاسب الذي شفاني من مرضي، اعلموا أنني قد جعلته وزيرا أعظم، فمن أحبه فقد أحبني، ومن أكرمه فقد أكرمني، ومن أطاعه فقد أطاعني. فقال جميعهم سمعا وطاعة، ثم نهضوا فقبلوا يد حاسب وسلموا عليه وهنأوه. وخلع الملك عليه خلعة ثمينة وأهدى إليه الجوار والمماليك، وأمر فحملت إلى منزله الذي خصص له التحف الثمينة والأثاث الفاخرة والرياش الثمينة. وقصد حاسب إلى منزله الجديد الفخم يحف به كبار الرجال، وتحيط به صفوف الجنود، وحضرت أمه فرحة فقبلته وهنأته، واستقبلته زوجته وقد استخفى الفرح والسرور. ونال حاسب أمنية أبيه وأمه في أن يكون أحكم أهل زمانه، وانتشر صيته وشاعت حكمته، واشتهر باستبحاره في كل العلوم. وذات يوم قال لوالدته: يا أمي، لقد كان أبي عالما فاضلا، فأين ما خلفه من الكتب؟ فأحضرت أمه الصندوق وبه 5 ورقات وأعطته إياها، فقال: هذه ورقة من كتاب، فأين بقيته؟ فردت عليه: ما كان من ضياع الكتب، وكيف لم تنجو إلا هذه الورقات 5 التي أوصى والده بإعطائه إياها عندما يسأل عما خلفه له أبوه من تراث علمي. فقرأها حاسب فوجد بها ما يفعله الذي سيكون على يديه خروج ملكة الحيات. فتعجب حاسب من ذلك أشد العجب، وعلم أن والده كان يعلم أن ابنه هو الذي سيكون على يديه هذا الأمر، فأراد تبصيره، ولكنه لم يوصي والدته بإعطائه إياها إلا بعد أن يسأل الولد عن كتب أبيه ويرغب في النال من حكمتها، وبذلك يكون أهلا لأن يكون أحكم أهل زمانه. وعلم أنه قد جاء متأخرا في طلبه، ولولا طيبة ملكة الحياة وإخلاصها له لفات عليه هذا الأمر. وعاش حاسب بقية حياته سعيدا هانئا لا تغرب عن باله ملكة الحياة التي خدمته حية وميتة. وإلى هنا أيها الأحبة، نكون قد وصلنا إلى نهاية القصة، وإلى أن نلتقي معا في قصة قادمة. السلام.